بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في الدرس الثاني من دروس الـ HTML Links ضمن سلسلة دروس تعلم الـ HTML لتصميم مواقع الويب. إحنا تكلمنا في الدرس السابق على أنه كيف إحنا نحول التكست إلى هايبر تكست، وكيف نحط صيغة الرابط، وقلنا أنه ممكن يكون الرابط خارجي خارج إطار الموقع، وممكن يكون الرابط داخل إطار الموقع من خلال الرابط إذا كان والله كان في داخل مجلد ومن ثم داخل ملف، بحيث انه يكون في عندي شيء اسمه ريلاتيف يو ار ال. وكمان قلنا انه كيف ممكن ننتقل من تاب الى تاب من خلال التارجت، سواء كانت سيلف او كانت بلانك. طيب اليوم احنا هنتكلم ماذا لو احنا عندنا صفحه كامله وبدي انتقل من سيكشن الى سيكشن داخل هذه الصفحه. بنرجع على درس سابق اللي هو تكلمنا فيه وحكينا فيه عن السي في تاعت غزال، وجينا تكلمنا هنا كثير عندي شغلات موجوده، وبنتكلم في اطار كيف ننتقل من مكان لمكان. طيب تعال نفتح الصفحه هذه نشوف ايش الصفحه هذه بتعطينا حتى انه نتكلم في اطارها الحقيقي. هاي غزال وهي اندكس. الان الصفحه لو جينا نظرنا الى الصفحه وجدنا انه صفحه طويله نوعا ما. الان بدي اعمل رابط هنا في الرابط هذا او في التكست هذا بدي احط له رابط. الرابط هذا بدي يوجهني مباشره الى سيكشن انا حفتحه هنا في داخل الصفحه اسفل الترمينولوجيز، بحيث انه انا انتقل من هذا المكان الى اسفل الصفحه. تعال اصبح الان يجب ان احط سيكشن جديد بنص ايا كان هذا النص باراجراف او ما الى ذلك، ومن ثم انا اضع اللي هو الهايبر تكست اللي هو اتربيوت على هذا النص، احول النص من نص عادي الى نص شعبي، ومن ثم انتقل انه كيف استخدم الكلام هذا. طيب تعال نشوف، بنيجي هنا بنتكلم بعد ما نخلص هذا كله، بنيجي بنقول هنا اتش 2 مثلا، وهي سكرنا الاتش 2، بنقول اللي هو ويب ديزاين كورس. في داخل ويب ديزاين كورس ممكن نتكلم هاي باراجراف، وحطينا في داخل الباراجراف نص كامل هاي ويب ديزاين كورس، هاي بدنا نتكلم هذا كل الشغل تبعنا صوري، يعني نص صوري ممكن يكون بالطريقه هذه. هاي تعال نشوف احنا كيف بدنا ننتقل. هاي لو اجينا احنا هنا بدي انتقل الان من ويب ديزاين كورس، لاحظوا معي ما مش موجود، معقوله هاي يمكن ما حفظناش، يمكن هاي دي ال في نقطه هنا، بس نتكلم او نفتح الكلام هذا من نصابه الحقيقي اللي هو الليست ايتم غزال. معقوله في خلل؟ ايش الخلل الموجود هنا؟ لماذا انا وين موجود هنا؟ نطلع هنا على الديسكتوب، ايوان هنا هذا مش مخزن في المكان السليم. بالمناسبه احنا في خلل هنا في التسميه، لو جينا هنا على index.html بنلاقيها انه هي اندكس اللي موجوده في الليست تايب مش موجوده في داخل مين المجلد. بدي اغلق هذه وبدي افتح الان الملف من جديد، هاي بفتح هاي فايل اوبن فايل، بفتح هاي وين في غزال، وفي غزال في عندي اندكس، يعني انا كل شغل حيكون هنا. نيجي في النهاية وبنحط النص اللي احنا اشتغلناه. تعال نفتح الكلام هذا ونتكلم نشوف، هيو هاي ظهر عندي الان، اصبح في عندي ويب ديزاين كورس. بدي الان لو اجينا ضغطنا هنا يجينا وين؟ على المكان هذا. في نقطتين اساسيات في الموضوع وبنلخص القصة كلها. تعال نجي نطلع نشوف، طالما انا بدي اجي انا من المكان هذا من الرابط هذا او النص هذا اجي مباشر على المكان هذا، بدي اعرف المكان، احط اشاره مرجعيه للمكان. كيف انا بدي احدد اشاره مرجعيه تحدد المكان هذا؟ في شيء اسمه عندي اي دي اتريبيوت، وهذا حناخده فيما بعد. الاي دي اتريبيوت وكاني بعطي ايدنتيتي او بعطي هويه او رقم مرجعي لهذا السكشن اللي انا واقف عليه اتش 2. ايش هو عباره؟ بقول له ويب ديزاين، اصبح اديته ايدنتيتي اسمه ويب ديزاين وبدي له كوبي. الان بدي اجي على النص التشعبي اللي هنا، بدي اجي هنا في المكان هذا احط نص تشعبي. هاي لاحظوا معايا، هاي عملت انكر واجيت في النص هاي ما بين انكر هذا، بدي احط النص اللي هنا، وهي كنترول اكس اجيت حطيت النص. لاحظوا معايا صار النص هو عباره عن نص تشعبي، ولكن وين المرجع تبعه؟ بدي احط له هاشتاج، بدي احط له هاشتاج. وين الهاشتاج؟ عفوا كنترول زد، بدي احط هنا الاشاره المرجعيه، بحط هاشتاج بعدها مباشره مين؟ الاي دي. طيب الاي دي ايش اسمه؟ هي برجع للاي دي، هي باخذ اسم الاي دي، هي لاحظوا معايا
وهي بقول له كنترول كوبي. وبالمناسبة الاي دي هو عبارة عن رقم او اسم لا يتغير في داخل الصفحة الواحدة. هنا انا صار النص موجود، اديت النص تشعبي من خلال الانكور تاج، اضيت عفوا وضعت في داخل الاتش ريفرنس هاشتاج حتى نشير للاي بي اللي مفترض هذا يحمل الاي بي في داخل هذه الصفحة او الاي دي في داخل هذه الصفحة، حتى انه النص هذا ينتقل من هنا الى السكشن اللي بيحمل الاي دي ويب ديزاين. تعالوا نروح نشوف الكلام هذا صار ولا ما صارش، بنعمل ريفرش، بنيجي هنا بنتكلم هي صارت هذا الارتباط تشعبي. لاحظوا في الاسفل وين بده يقول روح، على نفس الصفحة ولكن ضمن هاشتاج اللي هو الاي دي. اضغط هنا وين نزلنا؟ انزلنا على الويب ديزاين كورس. هيك قدرنا ان ننتقل من مكان الى مكان داخل الصفحة. هات نكمل نشوف كيف احنا ننتقل من اسفل الصفحة. بدي اجي اقول نص معين، هاي بقول باراجراف، بقول هنا اب، الاب هذه اللي هو اعلى. باجي بقول هاي بنعمل انكور وهي بنعمل الهايبر ريفرنس، بدي اياها تصل الى اي بي او اي دي عفوا داخل هذه الصفحه، ولكن لازم ان اعطي اي دي، لازم اعطي اي دي للمكان المرجع اللي بصل له. لمين؟ لهذا الاتش 1. باجي بقول هنا اي دي، الاي دي تبعتي بتساوي هاي بقول له هوم، الاي دي بتساوي هوم، بحيث ان انا بدي اقول له من هنا، من هنا كيف بدي اصل؟ بالضغط على الزر هذا يصل عندي الهوم. بدي اجي اقول الهوم هو عباره عن اي دي، بدي له هاشتاج هوم وبعمل حفظ بحيث انه اتحولت النص هذا الى نص تشعبي بيوجهني على الاي بي اللي بيحمل اسم هوم. مين هو؟ اللي هو في داخل الصفحه ماخذ الاتش 1 اي دي هوم. تعال نجرب الكلام هذا ونعمل ريفرش، بننزل تحت بالاب، بنلاقي الاب وصلتنا لفوق، وهيك بنكون خلصنا الدرس لهذا اليوم. وهي الروابط سواء كانت داخل الصفحة او خارج صفحة في داخل الموقع او خارج الموقع كله، ونتمنى نكون قد افدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.